مع إعلان البنوك الحكومية ومحطات الصرف الآلي إطلاق رواتبهم، أكد موظفون في 3 مدن عراقية أنهم سلموا ما تقاضوه باليد إلى الديانة، فيما تحدثوا عن تغييرات كبيرة طرأت على شكل حياتهم بسبب الأزمة المالية. تقريبا أنا عندي علي 5 ورقات دين، 5 ورقات دين علي. احنا فترة داعش كله ديون، 3 سنوات كله ديون، قلنا رب العالمين افرج عنا، توفي الديون هسه انه جانا ما شاء الله مال النفط وجانا كل شيء. اني بالنسبه لي تدينت ضعفين الراتب، يعني حتى اذا استلمت هذا الراتب واني عقد راح اسدد ضعف واحد من اللي ادينته. بظل تاخر الرواتب صار تغير كبير بحياتنا احنا كموظفين وعقود. يعني ها شنو معناته؟ ها قصدك الرواتب. أنا أتذكر أكو كان هيك موضوع اسمه راتب وأكو موظفة، حتى الموظف طلع على باب الله قام يشتغل، اللي أبو تاكسي اللي بالعمالة نسم شيء اسمه رواتب. يعني هو هسه إذا يجي الراتب غير راح يستلمه يمكن تبقى لي يمكن 50 50 من عنده تبقى. أكيد متداين، يعني فوق الراتب تقريبا 400 500 ألف وصرفتهن هم، واضطريت أشتغل هاي الشغلة اليومية أجر يومي من 9 الصبح لل 11 بالليل 10,000 دينار. احنا راح نستلم، صار لنا شهرين ما مستلمين، ومن راح نستلم راح المن نطيل الديانه.